معنا عبر الهاتف نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان. أستاذ نبيل، مرحبا بك معنا. مرحبا بكم، وإن كان الصوت لدي ضعيف لا أسمعكم بشكل جيد. نعم، تحدث الحوثي عبد القادر المرتضى أن هناك عرقلة من طرف الشرعية بشأن اتفاق الأفراج عن الأسرى، من خلال اطلاعكم ما الذي استجد؟ دائما ما تتحدث الميليشيات الحوثية بإلقاء أي تبعات لتصرفاتهم وأعمالهم باتجاه الطرف الآخر، هم دائما يتحدثون أن هناك إشكالية أن الشرعية وراءها، في حين أنهم هم من يعرقلون وهم من يرفضون كثير من عمليات التسليم أن تتم بشكلها السليم المتفق عليه وبالدور المناط بالصليب الأحمر. ولذلك نقول أن هناك اتفاق وخطة متكاملة يجب أن يقوموا بتطبيقها كما رسمت، وأي شيء بعيد عن ذلك سيكون عن عملية لتخريب هذا الاتفاق. نعم أستاذ نبيل، لماذا لم يتم طرح مبدأ الكل مقابل الكل منذ بداية الجلوس على طاولة مفاوضات الأسرى؟ هذا هو الذي طرح منذ البداية ومنذ لقاء ستوكهولم، الكل مقابل الكل، ولكن كعادته مارتن جريفيث يحرص على أن يحقق أي انتصارات حتى ولو كانت جزئية وربما لا تحقق ما نريده. ولذلك يعني تحدث كثيرا، وهناك 3 جولات في عمان وجولة رابعة الآن في سويسرا، كلها انتهت إلى هذا العدد، وما زال الرجل يتحدث عن مرحلة ثانية لا ندري متى ستبدأ. لكن طالما ونحن نتحدث عن أسلوب التجزئة، باعتقادي أن العملية ستظل عملية عقيمة ولن تحقق شيء. إلى ما لم يكن هناك اتفاق كامل على الكل مقابل الكل، ستظل العمليات مجرد عمليات جزئية لا تحقق أي شيء. نعم، من خلال اطلاعكم هل تم وضع اسم محمد عبد الله صالح وكذا عفاف طارق وبقية أسرى ديسمبر ضمن قوائم الأسرى والمعتقلين، ما وضعهم بالتحديد لوزارة حقوق الإنسان وكذا لجنة الأسرى والمعتقلين؟ ليست لدي حقيقة كشوفات الأسماء، لكن كما تعلمون هناك 400 شخص مقابل 681 شخص من طرف الحوثيين، وبالتالي كل الأسماء التي وضعت، مثلا الأسماء الأربعة في القرار 22/16، أسماء الصحفيين والإعلاميين المعتقلين منذ أكثر من 5 سنوات، الناشطين الحقوقيين، كثير من الأسماء أصر الحوثيون على أن تؤجل إلى المرحلة الثانية. نعم، كان معنا عبر الهاتف نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، شكرا لك.